معانا دلوقتي احد المواطنين وسكان الاهالي في محافظه مرسى مطروح، نحب نتعرف على اسم حضرتك. انا شريف عبد الصادق ريم شاعول مقاول الجامعات. حضرتك استاذ شريف، ايه اللي انت شايف المشروع هنا، في المشروع الجديد اللي بتعمله بتبنيه الدوله ازاي؟ والله الحمد لله رب العالمين، هو خطوه يعني لعدم الاطاله في مرسى مطروح اولا، في ثانيا يعني عندنا شباب ياما كان عاطل قبل المشروع ده فاشتغل والحمد لله رب العالمين. وانا ندعو اي شاب عاطل يعني سواء في مرسى مطروح او في انحاء الجمهوريه انه يتفضل يجي للمكاتب هنا فاتحه شغل، والمقاولين والشركات كلها محتاجه عمال، يتقدم ويدخل ويسال. يعني كل الشركات فاتحه في اي وقت على مدار الاسبوع؟ في اي وقت على مدار الاسبوع يسال، ده اللي عاوز يشتغل وعاوز يجاهل وعاوز يعمل مصلحه وياكلها بالحلال، يتقدم ويشتغل عيل اشهر. الحمد لله المرتبات من الصناعيه تبدا يعني من 160 ل 150 مرتبات، يعني الحمد لله رب العالمين كويسه، وفتحت عملت عقد على الشباب وعلى وعلينا هنا كسكان العالمين. وسيدي عبد الرحمن، انا ساكن في سيدي عبد الرحمن وفي مركز العالمين، يعني الحمد لله رب العالمين، هي خطوه حلوه يعني للبلد، ان شاء الله ربنا يسهل الحال ويكون في انجازات اكثر باذن الله تبارك وتعالى، وربنا ان شاء الله ينزل علينا الامن والامان باذن الله تبارك وتعالى. انت شايف المشروع حرك هنا برضو الحركه جوه البلد ازاي؟ في نعم يعني حركها ازاي؟ نعم، فرق كبير الحمد لله رب العالمين. البلد اشتغلت، التجار اشتغلوا، المحلات اشتغلت، اللي كانت راكده ما كانش في حد خالص بيتحرك، العالم اشتغلت، الشباب اشتغل، المحلات اشتغلت، كله بقت في حركه. في محلات فتحت جديده عشان تستوعب الكثافات، محلات فتحت جديده، وفي علم بتفتح لسه محلات جديده عشان تشتغل تبني. وفي عمال وفدت على البلد جت من كل مكان، والحمد لله رب العالمين، يعني في تحرك كويس يعني. تمام، طيب ايه الدعوه اللي انت تحب تدعيها للمسؤولين في الدوله؟ اولا اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعينهم باذن الله تبارك وتعالى، وياخذوا بالهم مننا شويه ومن الشباب برضه ومن الحركه هنا عندنا، ويكون يعملوا مشاريع اكثر فاكثر، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم باذن الله تبارك وتعالى. طيب في دعوه ثانيه تحب تعملها تكون عامه كده لشباب البلد؟ والله ندعو شباب البلد انه ربنا ان شاء الله يسهل لهم الحال ويبحثوا عن الشغل، مش يكسروا يناموا بالبيوت، يتحركوا ويجونا هنا اهو في العالمين وسيدي عبد الرحمن، وفي شغل وفي وفود تيجي في كل مكان، يتحرك الحركه فيها بركه وفي مشاريع. وندعو اللي يعني اللي هم اللي قايمين على الشغل انهم يكبروا المشاريع ويبنوا لنا مدارس وجامعات وتكون بلد باذن الله تبارك وتعالى. في طيب المشروع ده بالنسبه لكم هل هيبقى مشروع موسمي بيشتغل في الصيف، ولا هو مشغل الناس طول العام؟ والله ان شاء الله باذن الله اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يشغل العالم طول العام، لان احنا متمدين على 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 الصيف بس ان شاء الله باذن الله هيشتغل. يعني احنا دلوقتي نعتبر في الشتاء، هل في الشتاء برضه حرك ال اتحرك كتير؟ احنا ما عندناش كان ما كانش عندنا الحركه بالطريقه دي في الفصل ده بالذات، فصل الشتاء. ماشي، دلوقتي في حركه وزي ما انت شايف اهو العالم والعمال وكده يعني. الحمد لله رب العالمين. شاكرين يا شيخ شريف، وان شاء الله نشوفك مشاريع قوميه اخرى، وسعدت بلقاء حضرتك. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا. ومعانا برضو احد العاملين بالمدينه، نحب نتعرف على اسم حضرتك. محمود زكي عبد الله. استاذ محمود، انت بتشتغل ايه هنا في المدينه؟ ماسك في كافي شوب السلطان. معنا عمال المحمد المصري. ايه اللي يعني ايه الجديد في الشتاء دوت، في بدايه الشتاء دوت، من ساعه ما المشاريع الكبيره اللي في مدينه العالمين الجديده بدا يعني يعود على اهل المدينه بايه؟ بصراحه السنه دي بالصلاه على النبي يعني. زي ما سعادتك شايف اهو. الطريق ده اتعدلت اهو قدام سعادتك كله. تمام. الخير بس الحمد لله تمام، الله لك الحمد، من ساعه ما فتحت المدينه المليونيه الجديده واللي فوق كله العمل. العمل في الحمد لله تمام والخير الله ولك الحمد، حتى بقت حركه وشغل الحمد لله تمام. يعني الحمد لله موضوع يعني في حركه، كان في حركه زي الصيف اللي فات برضه نفس قصه الشتاء. بكتير السنه دي بصلى على النبي. يعني تحس حركه العمل هذا بس زي ما انت سعادتك شايف الشغل هنا بصلى على النبي ده فيه. طيب ايه الرساله اللي انت تحب توجهها للشباب بحيث ان هم يجوا ويشوفوا التطورات الجديده، وفي هنا شغل بيطلب يعني، في انتوا بتحتاجوا ناس تشتغل كتير جدا، ايه الرساله تحب توجهها للشباب بحيث ان هم يجوا يشوفوا التنميه اللي في المدينه ويشتغلوا فيها؟ بصراحه لا، نفسي من عيني على الشباب اللي بيسافر بره ويطلع على ليبيا ويخش مثلا في حاجات الخطر دي، يجي يتفرج على العالمين هنا. شغل جديد وعمل جديد وشغل بصراحه على النبي. بصراحه انا في المسجد ده اهو كل يوم عمال الحركه دي،
يعني انت كنت الاول دي. مثلا بتقعد في الصيف والشتاء بتسافر، دلوقتي لما لقيت في حركه قعدت بشتغل هنا في الصيف بس. الشغل كان في الشتاء معدوم يعني بصراحه. بس من ساعه ما فتحت الشركه تنور والصلاة على النبي. وبص ساعتك هو كله جديد كله خير على فشل في البلد كله. تمام. ونتمنى ماشي. نتمنى برضك الناس اللي بتكلم على الرئيس السيسي ويقول لك ده كان وكان ومان وده وفلان والغاله والدين وده كله دي، بس بالصلاه على النبي. يجي يشوف على ارض الواقع. يبص على الورق ده. يجي يبص على الورق. يعني المشاريع الجديده دي بتعمل بتعمل تنميه كويسه في المدينه جدا جدا. وبالنسبه للحركه التجاريه لا كله يعني بتزيد بتزيد. طيب معانا حضرتك مصر الشابه اللي شغاله في المشروع، انا احب نتعرف على اسم حضرتك. انا احمد فتحي عبد العزيز. الاستاذ احمد، حضرتك شغال هنا في مشروع ايه في مدينه العالمين؟ انا شغال هنا، انا شغال في شركه مقاولين العرب. بننفذ هنا الاعمال البحريه، انا في قطاع الاعمال البحريه، بننفذ هنا جسور في البحيره، بننفذ جسور في البحيره. ان شاء الله برضو هننفذ برضو جسور في البحر هنا كبير. وبعض الاعمال البحريه الاخرى. تمام. طيب حضرتك ليه بالذات اخترت الشغل في مدينه العالمين؟ والله يعني احنا يعني مقاولين العرب الحمد لله ماسكه مشاريع كميه كبيره جدا، يعني مثلا من ضمنهم مدينه العالمين وميناء شرق التفريعه في بورسعيد. تمام. يعني انا بحب الشغل عامه في المشاريع القوميه. بحس فيها افاده وبحس بفخر فيها يعني. طيب ايه الرساله اللي ممكن توجهها لحد في سنك كده برضو من الشباب، بحيث ان يعني يجوا يشوفوا الانجازات الكبيره دي وبرضو في نفس المكان يلاقوا فرصه عمل؟ يعني ما تتقاعدش ولا تتكاسل، هنا في فرص عمل كبيره بالفعل، في فرص عمل كبيره جدا، لان هنا في اكتر من شركه بدون ذكر اسماء. في شركات كثيره جدا وطالبه من جميع التخصصات من اول العامل لحد مدير المشروع. تمام. طالبين تخصصات ياما جدا في جميع المجالات. تمام. زي ما قلت لحضرتك من اول العماله لحد مدير مشروع محاسب ايا كان ايه هو التخصص، هنا مطلوب ناس ياما جدا بالفعل يعني. متشكرين يا باشمهندس، وان شاء الله نلتقي معاك وباذن الله في فرص احلى وانجازات اكبر. ان شاء الله.